انتهت إمامة الإمام الصالح بن مالك بمطالبة الناس أيضا بعزل الصالح بن مالك، فحينما علم أن الناس يطالبون بعزله بنفسه اعتزل من الحكم وخرج من بيته إلى بيت ابنه. طبعا كانت الحجة أيضا أن الإمام الصالح بن مالك كبير في السن وأصبح صعب الحركة وأنه لا يستطيع إدارة شؤون البلاد، وهذا طبعا عذر العوام، وإلا ف الحمد لله رب العالمين، وإلا فالإمام كان قائما بمهام الإمامة على خير ما يرام، ولكن نزل عند رغبة الناس واعتزل الحكم، وبعد اعتزاله للحكم دخلت عمان في دوامة من الصراعات، وذلك بسبب أن الشيخ موسى بن موسى بعد اعتزال السلطة بن مالك للحكم ذهب وعين راشد بن النضر إماما لعمان، ولم يرجع الشيخ موسى بن موسى إلى العلماء في تنصيب راشد بن النضر، مما جعل بعض العلماء ينكرون على الشيخ موسى بن موسى وينكرون أيضا على راشد بن النضر، إذ يرونه ليس الأصلح والأكفأ لإدارة وإمامة الناس. لذلك حدثت بعض الصراعات بين الإمام وموسى بن علي وبين المعارضين من العلماء ومن القبائل لحكم الإمام راشد بن النضر، ووقعت عدة وقائع كان من أبرزها ما وقع في بلدة طباقة في الرستاق بين الإمام وبين يعني وبين المعارضين، انتهت بفوز المعارضين على الإمام، ولكن نحت هذه الصراعات منحى قبلي، فأصبحت كأنها صراع بين المدرسة الرستاقية والمدرسة النزوانية، ممن كان يؤيد إمامة الإمام الصالح بن مالك وبين من يعارضها، وانقسمت القبائل إلى قسمين اثنين، مما أدى إلى موسى بن موسى الشيخ موسى بن موسى أن يعتزل راشد بن النضر، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن الصراعات بدأت تنحو منحى قبلي، والأمر الثاني لأن راشد بن النضر يعني سلك بعض المسالك التي لا ترضي العلماء ولا ترضي أيضا موسى بن موسى، لذلك وقعت واقعة كبيرة بعدما انفصل موسى بن موسى عن راشد بن النضر تسمى بواقعة الروضة، وهي صراع بين راشد بن النضر وبين العلماء وبعض القبائل، انتهى بها الأمر إلى هزيمة راشد بن النضر وعزله من الحكم، وعين بعد ذلك الشيخ موسى بن موسى الإمام عزام بن تميم سنة 277، أي أن راشد بن النضر كانت إمامته في سنتين فقط، وكانت عبارة عن صراعات بينه وبين المعارضين. بعدما عين العلماء الشيخ موسى بن موسى الإمام عزام بن تميم سنة 277 عمل على تهدئة الأوضاع وإخماد الثورات، ويعني حاول أن يعني أن يهدئ الأوضاع في عمان، وفعلا هذا ما يعني فعله، فقد أخمد الفتنة، ولكنه من الأشياء التي فعلها أن عزل موسى بن موسى من منصب القضاء، لأنه خشي من أن يعزله موسى بن موسى مرة ثانية عن الإمامة، إذ رأى أن موسى بن موسى يتصرف في العزل وفي التنصيب بنفسه من غير الرجوع إلى العلماء، فرأى أن هذا السلوك غير حسن، وخشي على نفسه أن يعزله من منصبه، لذلك بادر هو وعزل الشيخ موسى بن موسى من منصب القضاء وأعفاه عنه، ورجع موسى بن موسى إلى إسكي، ولكن موسى بن موسى لم يسكت ولم يرضه هذا السلوك من الإمام عزام بن تميم، لذلك حرض القبائل النزارية في إسكي لمحاربة وملاقات الإمام. عندما علم الإمام عزام بن تميم أن موسى بن موسى يريد محاربته، خرج بنفسه وجيشه من نزوة إلى إسكي لملاقات موسى بن موسى وقتاله، وفعلا دارت مقتلة كبيرة بين الفريقين، انتهت بموت ومقتل موسى بن موسى
وتشريد القبائل النزارية. هذا الأمر الذي أغضب القبائل النزارية مما فعله الإمام بالشيخ موسى بن موسى وأفراد قبائلهم، مما جعلهم يستنجدون بوالي الدولة العباسية في البحرين محمد بن بور، وقال إن اسمه محمد بن نور لكن العمانيين غيروه محمد بن بور. فوجد محمد بن بور فرصة سانحة للدخول عمان والاستيلاء عليها وإرجاع تبعيتها للدولة العباسية، فاستشار الخليفة المعتضد في محض الخلافة العباسية في العراق، ووجد أيضا المعتضد أن الفرصة سانحة لدخول عمان والاستيلاء عليها لما فيها من خيرات ومصالح ترعاها، مصالح تخدم الدولة العباسية، وأمد واليه في البحرين محمد بن بور بجيش كبير لمعاونة القبائل العمانية لحربها على الإمام، وفعلا هذا ما تم. جاء محمد بن بور ومن معه من قبائل عمان لملاقاة الإمام، فعندما علم الإمام بقدومهم خرج من نزوة إلى سمد الشام ولاحقوه هناك، وحدثت مقتلة كبيرة بين الإمام عزام بن تميم وبين محمد بن بور ومن معه من القبائل العمانية، انتهت بمقتل الإمام عزام بن تميم سنة 280، وقبره موجود في سمد الشام إلى يومنا هذا في سمد الشام. طبعا محمد بن بور لم يكتفي بقتل الإمام عزام بن تميم، طبعا بمقتل الإمام عزام بن تميم انتهت الإمامة الإباضية الثانية، ودخلت عمان في موجة من الصراعات الداخلية والخارجية يعني كبيرة جدا، ربما نتحدث عنها يعني في مناسبات أخرى، ولكن على العموم يعني دخلت عمان في مطبات كبيرة جدا كانت في معزل عنها، وذلك بسبب الاستنجاد بقوى خارجية.